نحن الآن مشاهدين الكرام نحييكم مرة أخرى من قصر الاتحادية، حيث نحن في الدقائق القليلة التي تسبق بدء مراسم الاستقبال الرسمية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لضيف مصر سلطان عمان السلطان هيثم ابن طارق، الذي يحل في هذه الزيارة التاريخية الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم، منذ توليه عرش سلطنة عمان. وبالتأكيد هذا بيؤكد أيضا مشاهدينا على الأهمية التي تعطيها سلطنة عمان لمصر لكي تقوم بهذه الزيارة. الزيارة هي بدعوة رسمية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكنها أيضا بتشير إلى مدى قوة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين. مشاهدينا، هذه العلاقات مثلما ذكرنا هي علاقات تتسم بالقوة على مدار التاريخ، والدليل على ذلك الزيارات المتبادلة. وبالتأكيد الزيارات المتبادلة التي تتم على مستوى الرؤساء العرب هي لها دور كبير للغاية في تعزيز العمل العربي المشترك، في التأكيد على الدور العربي في النظام الدولي، لكي تكون هناك أيضا شراكات متوازنة مع الدول العربية أو للدول العربية مع مختلف القوى الدولية الكبرى. هذا ما يعطي دفعة قوية جدا في مواجهة الدول العربية مجتمعة، ويعني كل الوحدة واللحمة العربية فيما بينها مع كل المصالح المشتركة التي تربط بينها والمقاربات المشتركة بين الدول العربية في مواجهة الأزمات المختلفة، وكذلك أيضا في مواجهة الأزمات العالمية التي نجدها. السيد الرئيس أيضا في الكلمة التي ألقاها في القمة العربية كانت بتحمل الكثير من الرسائل، ربما من أبرز هذه الرسائل المهمة الوقوف من أجل يعني كل ما يتعلق بحوكمة الاقتصادية العالمية، منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية وإصلاحها بشكل واضح جدا، والقلب من ذلك طبعا مؤسسات التمويل، كذلك أيضا بنوك التمويل الدولية، أنها لابد أن تعي تماما أن هناك تحديات يجب أن تضعها في الاعتبار للدول العالم النامي. إذن رؤى مشتركة تربط بين مصر وسلطنة عمان، وبتجسدها هذه العلاقة التاريخية المهمة بين البلدين، وهذه الزيارة المهمة لسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق إلى بلده الثاني مصر. Thank you.
سلام سلطان عمان، سلام. طيب احمد مراد من حرس الجمهور، حرس الشرف جاهز للتفتيش يا فندم.